هذه الصدارة بعد جهود ومعاناة طالما تحدثنا في كرة، لكن بالأخير أنهيتم هذه المرحلة متصدرين للدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكرر تحية إليك أستاذ علي وكل المشاهدين، وتحية للكابتن العزيز كابتن ليث حسين. طبعا الحمد لله، يعني هاي الجهود ما جت من فراغ. بعد فترة من بداية الإعداد لحد اليوم صار بعض التخبطات اللي والفراغ الإداري اللي تكلموا به خلال المتابعات. الحمد لله يعني بتضافر الجهود واللاعبين والكادر الإداري والفني وحتى الجمهور وبعض المحبين من الإدارة اللي كانوا متواجدين خلال هيئات مؤقتة، الحمد لله يعني صار الفريق القوة الجوية، فريق متعود على منصات تتويج ومتعود على نتائج إيجابية. سمنا بشكل إيجابي رغم أنه بعض المباريات اللي تلكأنا بها وما حصلنا نقاطها وأثر السلبا بصراحة على بعض يعني بعض المباريات. تعرف من تخسر مباراة أو تتعادل مثل يعني فريق قوة جوية تأثر يعني تأثر سلبيا. الحمد لله يعني تجاوزنا هاي الأمور والحمد لله يعني وصلنا إلى مراحل جيدة، لكن هي هاي نص الطريق، يحتاج لنا إلى جهد مضاعف يعني خلال الفترة القادمة حتى نعيد توازننا بشكل أفضل. وعندنا بعض الأمور الفنية اللي نحاول نعالجها خلال هذه الفترة من التوقف، وعندنا مباريات كاس نحاول نعالج بعض الأمور. عندنا يعني ما شاء الله نخبة من اللاعبين الجيدين، بعض اللاعبين يعني يحتاج لهم أنه تشركهم في مباريات حتى تعيد وضعه الطبيعي، وبعض اللاعبين يحتاجون إلى استشفاء، وعندنا لاعبين مصابين نحاول يعني نحاول نعيدهم إلى وضعهم الطبيعي. كل هاي نحاول يعني إحنا خليها برزنامتنا، نحاول يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله نعالجها ويستمر الفريق بشكل إيجابي. كابتن ليث، أنت أعرف بأهمية وجود الإدارة بأي نادي بوصفها هي الرقيب وهي توفر كل الاحتياجات للفريق، والقوة الجوية عاش فراغ إداري طويلا وهو متصدر للدوري، ماذا يعني ذلك؟ أول شيء نبارك ولازم نعترف بإنجازات نادي القوة الجوية وأيضا نادي الشرطة بعد ما نقول الإخفاقات، لكن بعض التذبذب المستويات اللي ظهرت بها صراحة. يعني هي الأمور تعرف أنت كل شيء لازم يصاحبه أشياء تأخرك عن يعني تقديم المستوى أو المال أو يعني كثير من الأمور. مرات بعض الشيء شوف بعض الشيء دائما يروحون على الحلقة الأضعف هو المدرب. يعني المدرب دائما كان ماشي صحيح، يعني عندك لاعبين، توظيف اللاعبين، الشيء اللي انت تمر به كنادي، يعني مثلا جلب المحترفين او اموال او ذني اشياء مطلوبه في صناعه الانجاز والحفاظ عليه. احنا الان نشوف يعني مع احتراماتي للقوة الجوية وبعض الأندية اللي أيضا حتى الديوانية وغير الديوانية، شوف دائما ما تصير هناك مشاكل، لكن أنا اليوم حتى لو صارت مشكلة إدارية اليوم أكو مدرب وأكو لاعبين دي يلعبون لأسمائهم الكيانهم. هذا الموضوع يجب أن يكون هناك وعي كامل للاعبين والمدربين. اليوم أني صح الإدارة مؤثر، الإدارة يعني شنو تعنى بالأمور الإدارية وتوفير المال، هذا اللي هي ما عدا غير شيء. يعني شنو قابل رئيس النادي أو الأعضاء الهيئة الإدارية يجون يقولوا للمدرب نزل فلان ونزل فلان، هذا ما ممكن، لأنه أكو شخصية وأكو مدربين على مستوى عالي يعني ما يقبل التدخل. ولهذا السبب أعتقد أنه الإدارات يعني مهمة جدا في عملية الإنجاز. اليوم نشوف إذا كان هناك تخبطات أو كان هناك مثل ما تكلم الإخوان من الجمهور، هذا حقهم طبعا أكيد، لأنهم المرآة العاكسة للأندية، فأكيد يشوفون أنه هناك أمور غير جيدة وأمور سلبية ترافق الفريق. ولهذا السبب تشوف أنت أغلب خاصة الفرق الجماهيرية اللي ما كلها ما تقبل الخسارة، دائما بالتتويج، دائما بالأبطال، دائما يروحون بطولات خارجية. فأكيد اليوم لازم تكون هناك إدارات قوية، إدارات تعمل بالممكن في سبيل أنه توفر للمدرب واللاعبين جميع ما يطلب منهم في سبيل الإنجاز. أحمد خضير قال لم تكن الأجواء مثالية بالقوة الجوية، رغم ذلك حافظنا على الصدارة. شنو الأجواء كابتن أنت عشتها؟ شنو الأيام اللي عشتوها الصعبة؟ شنو اللي صار معاكم بالفريق؟ يعني بصراحة الكابتن أحمد تحمل عبء كبير للأمانة. يعني مثلا أنه هناك هيئة إدارية مؤقتة تم تسميتها، بس لكن عليها شكوى بالمحكمة. هاي الهيئة المؤقتة ما تستطيع تصرف الأموال
واللاعب والنادي وتدري استمرار الدوري يحتاج الى تصرف، عندك عقود لاعبين محترفين، يعني هذه الامور هاي يعني المعوقات هي اللي كانت يعني بصراحه اثرت بعض الشيء. يعني صحيح اخوان موجودين كانوا بالاداره لكن غير ممنوحي الصلاحيات بشكل كبير، هاي اثرت يعني على اللاعبين بشكل ما اقول لك بشكل كبير لكن بشكل جزئي. وانت مثل ما تعرف يعني التأثير الإداري نوباتي يصب بمسائل فنية، هو صح ما يتدخل بالأمور الفنية لكن اللاعب يحتاج إلى تفاصيل إدارية، يحتاج حتى إلى مبدأ الثواب والعقاب، يحتاج إلى يحس أنه أكو هناك وراء إدارة محاسبة، إلى عند الفوز هناك أكو تكريم الإخوان للأمانة. يعني الخيارات المؤقتة اللي شكلت خلال هذه الفترة، إحنا منذ تسلمنا العام الماضي آخر 5 أدوار، يعني الشكل تقريبا 5 إدارات إلى 6 تقريبا هيئات، 6 إدارات وصلت 5 إلى 6 هيئات مؤقتة، والأخوان كلهم اللي جو أخوان محترمين لكن غياب الصلاحيات، يعني هو موجود يريد يدفع أموال لكن المحكمة قرار المحكمة مثل تمنع من صلاحيات. زين في ظل هذه المشاكل للأمانة نقولها يحسب للجهاز الفني الإداري اللاعبين الجماهير الحفاظ على الصدارة لجولات كابتن. طبعا أكيد أنا أقول لك أخوان يعني تعاوننا بصراحة، اللاعبين رغم أنه كانوا يعني متعظين بعض الشيء لكن تحاملوا على نفسهم، يعني صار شوية يعني بصراحة العلاقة الاجتماعية اللي صارت اللي بنيناها مع اللاعبين هاي كانت لها تأثير. الأخوان بالجماهير كان لهم تماس، يعني دائما كانوا يتابعون الفريق في المباريات وفي التدريبات، كانوا يحثوهم على أنه نحاول نقلل هذه الأزمات. الأخ يعني بصراحة أحمد خضير كان موجود دائما، يعني أكو أمور تكفل هو بيها بشكل شخصي، يعني أمور مالية تكفل بيها. الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة نتمنى أنه ما تتكرر هذه الفترة، لأنه إذا تكررت بصراحة أنا أقول لك تسبب مشكلة، لأنه المرحلة الثانية ما بيها تعويض، راح تكون أصعب، صعبة كلش. الفرق تضحت أمام الجميع، المنافسة كلش قوية، الفرق كلها متقاربة بالنقاط. نحاول يعني هاي الأزمة احنا نعتبرها عديناها، حتى ما راح نعيد يعني ما راح نتكلم بها بصراحة، ونحاول نفكر بالفترة القادمة إن شاء الله. قبل لا نتحدث بالفترة، مستحقات اللاعبين مستلمة كابتن بشكل كامل لو أيضا أكو مشاكل؟ الهيئة المؤقتة اللي استلمت في أثناء التعاقدات كان هناك اتفاق معها، من جت هيئة مؤقتة ثانية بسبب قلة الأموال يعني صار غير الاتفاق الأولي، فغطوا جزء من يعني قسم من المبالغ، لكن هناك بعد أكو مبالغ لكن بسبب قلت لك الصلاحيات فما قدروا يطون مبالغ كاملة، يعني طول كن 10% أو 20% يعني، والمحترفين مثلا جزء من عندها، أنا ما أعرف التفاصيل المالية بالدقة، لكن طول منها يعني تقريبا أكو قسم من العام 20% 10%، لكن مو مثل اللي يعني قلت لك الهيئة المؤقتة اللي شكلت بالبداية اللي في فترة التعاقدات، يعني غير تفاصيل ما كانت يعني تتوقع. لحد الآن أكو لا أكو ديون يعني بذمة الإدارة، اي أكو يعني بس ما أعرف يعني ايش قد المبلغ. المكافآت للأمانة يعني خلال كل مباراة يتم طرحها، حتى لو بهيئة مؤقتة ما عندهم صلاحية لكن يقروها، لكن بعدين يعني يستعينون نوبات كابتن احمد، كابتن يشوف منه موجود يدفعها اللاعبين والاخوان، يعني اللاعبين هم بداوا يحسون بهاي المسؤوليه للامانه، يعني قل الضغط بهاي التفاصيل، لان يعرف النادي قوه جويه ما في اليوم يعني راحت يعني المبالغ على لاعب وكذا، كانوا ملتزمين بالمسائل الماليه. لكن فنيا اذا تحدثنا عن القوه الجويه كلاعبين كابتن، شلون تقيمه خلال مرحله كامله من وجهه نظرك؟ يعني شوف لاعبين القوة الجوية صراحة يعني يجب أن يعوا حمل فانيلة القوة الجوية، لاعبين على مستوى عالي، لاعبين ينفذون ما يطلب منهم الكادر التدريبي. تعرف أنت كرة القدم صراحة مرات يعني هي مرات يعني تخذلك، هي كرة القدم اللي ما يتدرب صح، ما يراعي ظروف المباراة، ما يطبق تعليمات المدرب، تنهيه تخسره، يعني تخسره النقاط، هو في وقت أحوج إلى أي نقطة يحصلها من خلال الدوري. فلاعبين قوة جوية على مستوى عالي، لاعبين منتخب، لاعبين أيضا اللي ما لعب بالمنتخب فويا لاعبين منتخب دي يلعبون وحاملين اسم القوة الجوية، وهذا في الشيء كبير. منو عاجبك مستواه خلال مرحلة؟ كرار كثير من اللاعب صراحة. أنا أريدك تختار يعني لي بطل الشتاء. يعني نقدر نقول كرار، يعني كرار نبيل، فهد في وقت من الأوقات كان هو يعني صراحة اللي
يعني حتى بعودته كثير من اللاعبين صراحة اللاعبين مميزين. احنا شوف المنظومة من تشتغل صح الفريق حيظهر بصورة طبيعية، يظهر فريق مو عناصر، فريق مو اي فريق. ولهذا السبب بال يعني تقريبا بالفترات اللي ادنى مستوى القوة الجوية رجعوا قدروا انه يرجعون، هذا يحسب لهم. انت كلاعب اذا بديت تبدي بعدين تنتكس وترجع، هذا في الشيء يعني محترم، انت قاعد تطبق الشيء اللي مطلوب منك وقاعد تخاف على شعارك يعني تخاف على اسمك. وهذا المهم، انه من يخاف على اسمه والنادي اللي دا يلعب له كجماهير وكسمعة وكأبطال في بطولات سابقة، فأكيد حيكون له الحظوة في تقديم المستوى. وهذا ما حصلوا عليه لاعبين قوة جوية بالمراحل الأخيرة صراحة، وتصدرهم للدوري. يعني أنت تعرف